في القائمة على النوع الاجتماعي هو أي فعل مؤذي يرتكب ضد إرادة الشخص. أشكال العنف هذا تتعدد، منها العنف الجسدي اللي يتمثل في الضرب والأبيوس بصفة عامة، يتمثل أيضاً في العنف النفسي أو العاطفي، وهو اللي ما يبانش خارجياً لكن يأثر تأثير كبير على الشخص. موجود حتى في مكان العمل، مش في المنزل بس، موجود في الشارع وموجود برضو على السوشيال ميديا بشكل خطاب الكراهية والتمييز الجنسي. اللي صاير في وسائل التواصل الاجتماعي الليبية تحديداً هو إن كل رأي يخالف رأي تاني، وما فيش أصلاً ما فيش محاولة لخلق أرضية للتواصل. يعني أغلبية المضايقات اللي تتعرض لها النساء تحديداً ما ليهاش أسس أو أصلاً علاقة بالمحتوى اللي هي قاعدة تناقش فيه، بينما هي مجرد تجريح لها لمجرد إن هي مرأة. صارت لي هلبة تجارب كانت سيئة جداً، واللي صاير إن ما يكتفوش بإن هم يعارضوا أو ما يتفقوش معك، لا، يتم التنكيل بك، يتم أن هم يتعرضوا لك بإهانات ما لهاش علاقة وحتى ما هيش واقعية. على المستوى المحلي خلال 3 سنوات مضت قمت برصد العديد من الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. صميم عملنا هو المساعدة من الناحية القانونية في فهم الأسلوب الأنسب للالتجاء لأخذ حقها فيما يتعلق بالضرر الناتج عنها، كذلك مساعدة الضحايا من الناحية الجنسية أو الجسمانية النفسية والعقلية، كذلك التعاون مع المنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإرشاد النفسي بالضغط على السلطة التشريعية في الحكومة، تواجد أو عمل على وضع قانون خاص بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. مكتب شؤون المرأة في الوزارة يعمل على دعم وتمكين المرأة في قطاع الشرطي، خاصة فيما يتعلق بالدفع بالمرأة وتأهيلها للعمل بأقسام الشرطة النسائية، بحيث تكون هذه المراكز هي المخصصة في التعامل مع القضايا العنف. نعتبر مشاركتي ومشاركة منتسبات وزارة الداخلية في العديد من الورش العمل التي تم تنفيذها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد ساهمت في تعزيز القدرات للمشاركين، وأيضاً العمل على توزيع نطاق مفهوم الشرطة النسائية. باعتبارنا مؤسسات مجتمع مدني يمكننا العمل مناصرة أو تشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني حقوقية. أعتقد أن المجتمع الليبي حيسمع أكثر لو يعرف الدائرة الأوسع للتأثير من هذه السلوكيات السلبية. بتوعية كشيء أساسي جداً، والتوعية ما تشملش النساء فقط بل تشمل المجتمع كله.